السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي التلاميذ، أهلا بكم في درس جديد مع مكون الصرف والتحويل أسماء الزمان والمكان المستوى الخامس. أهلا وسهلا بالجميع. لننطلق بداية بقراءة وملاحظة الجمل التالية: يشتغل الفلاح من مطلع الشمس إلى غروبها، الحقول غايته وإليها منطلقه، ينظف مجرى المياه، يبسط حصيرا في مسقط الحبات، يتفقد الشتائل في المغرس، يخزنها في مستودع كبير. إذن بعد ملاحظة هذه الجمل تبين لكم هناك كلمات مكتوبة باللون الأصفر، كلمة مطلع، منطلق، مجرى، مسقط، مغرس، مستودع. لنلاحظ هذه الكلمات التي استخرجناها من الجمل السابقة. ما نوع هذه الكلمات؟ مطلع، منطلق، مجرى، مسقط، مغرس، مستودع. أكيد أنها أسماء لأنها منونة، فالتنوين يدل على أن هذه الكلمات أسماء. نبدأ بالكلمة الأولى، مطلع. على ماذا تدل هذه الكلمة؟ على ماذا تدل هذه الكلمة؟ مطلع. أكيد أنها تدل على زمن طلوع الشمس. زمن طلوع الشمس. الكلمة الثانية، منطلق، تدل على زمن الانطلاق. وكلمة مجرى تدل على مكان جريان المياه. مسقط على ماذا تدل؟ تدل على مكان سقوط الحبات. أما كلمة مغرس فتدل على مكان غرس الشتائل، ومستودع تدل على مكان استيداع المحاصيل. إذن الملاحظ من خلال هذه الكلمات يتبين لنا أنها إما أن تدل على زمن أو تدل على مكان. إذن فهي إما تدل على الزمان أو تدل على المكان. جيد جدا. ماذا نسمي هذه الأسماء التي تدل على زمن وقوع الفعل أو مكانه؟ جيد، تسمى أسماء الزمان والمكان. إذن فنحن بصدد معرفة أو تعرف اسمي الزمان والمكان. من خلال ما سبق، ما هو اسم الزمان؟ فاسم الزمان كما عرفنا هو اسم يدل على زمان وقوع الفعل. من أمثلة ذلك: مطلع، مولد، موعد، منصرف. هذه الكلمات أو هذه الأسماء تدل على زمان حدوث الفعل. مطلع زمن الطلوع، مولد زمن الميلاد، موعد زمن الميعاد، ومنصرف زمن الانصراف. جيد جدا. أما اسم المكان فما هو؟ اسم المكان هو اسم يدل على مكان وقوع الفعل. مثال: ملعب، مركب، مغرس، مستقر. إذن فالملعب مكان اللعب، والمركب مكان الركوب، والمغرس مكان الغرس، والمستقر مكان استقرار. جيد جدا. الآن ننطلق لتعرف كيفية صياغة اسمي الزمان والمكان من خلال الأمثلة التالية: مطلع، ما نوع هذا الاسم؟ هو اسم زمان على وزن مفعل، فعله طلع، يطلع على وزن يفعل، هذا الفعل ثلاثي. كذلك كلمة ملعب هي اسم مكان على وزن مفعل، الفعل هو لعب، يلعب على وزن يفعل، يلعب على وزن يفعل، والفعل كذلك فعل ثلاثي. ثم كلمة مرعى اسم مكان، مرعى ترعى فيه الأغنام، اسم مكان على وزن مفعل، الفعل هو رعى، يرعى على وزن
يفعل، والفعل كذلك ثلاثي، إلا أن ما يميزه أنه فعل معتل الآخر، والفعل المعتل الآخر يسمى فعلا ناقصا. أحسنتم. إذن نبقى مع هذه الأمثلة حتى لا أشوش عليكم بباقي الأمثلة. الفعل أو اسم الزمان والمكان هنا كما تلاحظون جاء على وزن مفعل. إذن أسماء الزمان والمكان هنا جاءت على وزن مفعل. إذن متى يساغ اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل؟ هذه هي الأمثلة الثلاثة. يساغ اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل من كل فعل ثلاثي. إذن لاحظوا في آخر جدول فعل ثلاثي. إذن من كل فعل ثلاثي مضارعه على وزن يفعل، النوع الأول، أو يفعل. فعل ثلاثي مضارعه على وزن يفعل أو يفعل، أو من كل فعل ثلاثي ناقص. كل فعل ثلاثي ناقص. إذن هذه الأنواع ثلاثة كلها تعطينا ماذا؟ تعطينا الوزن مفعل. مفعل. إذن أسماء الزمان والمكان تكون على وزن مفعل في هذه الأنواع الثلاثة، أي من كل فعل ثلاثي مضارعه على وزن يفعل أو يفعل، أو وكذلك من كل فعل ثلاثي ناقص. مثلا رعى تعطينا مرعى على وزن مفعل، سعى مسعى. إذن هذا بالنسبة للوزن الأول، إذن على وزن مفعل. ننتقل الآن إلى الأمثلة الموالية لنتعرف الوزن الثاني. نلاحظ الآن كلمة مغرس. مغرس هي اسم مكان على وزن مفعل، إذن ليست على وزن مفعل، على وزن مفعل. مغرس فعلها هو فعل غرس. غرس المضارع يغرس، وزنه يفعل، والفعل ثلاثي. نلاحظ كلمة ثانية موعد، اسم زمان على وزن مفعل، والفعل هو وعد، مضارعه يعد على وزن يعل، والفعل هنا فعل ثلاثي، لكن ما يميزه هو أنه فعل مثال، أي أنه معتل الأول، وهذا المثال هنا حرف العلة فيه واو، فيسمى مثالا واويا. لنلاحظ الآن المثالين معا. مغرس موعد كلاهما على وزن مفعل. مفعل. إذن النوع الثاني أو الصياغة الثانية أو الوزن الثاني الذي يساغ عليه اسم الزمان والمكان هو مفعل. متى يساغ على وزن مفعل؟ مفعل من كل فعل ثلاثي، فعل ثلاثي، لكن مضارعه على وزن يفعل. يخالف النوع الأول يفعل أو يفعل، الآن مضارعه على وزن يفعل، وكذلك من كل فعل ثلاثي مثال واوي، أو من كل مثال واوي. إذن حينما يكون الفعل مثال، يعني حرف العلة الأول ديالو هو الواو، فهنا يكون الوزن هو مفعل. مفعل. إذن هذا النوع أو الوزن الثاني. إذن باش نرجعوا القاعدتين معا، يساغ اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل أو مفعل،
متى يساغ على وزن مفعل؟ من كل فعل ثلاثي مضارعه على وزن يفعل أو يفعل، وكذلك من كل فعل ناقص. ويساغ على وزن مفعل من كل فعل ثلاثي مضارعه على وزن يفعل، وكذلك من كل فعل مثال واوي. من كل فعل مثال واوي مثل وعد، وصل، وصل، موصل على وزن مفعل. جيد. الصيغة الثالثة والأخيرة هي صيغة مستودع. ننتقل إلى المثال الأخير. مستودع هنا اسم مكان، وزنه مستفعل، الماضي استودع، المضارع يستودع، الوزن هنا يستفعل، لكن هذا الفعل غير ثلاثي. كيف نصوغ اسم الزمان واسم المكان من الفعل غير الثلاثي؟ نصوغه على وزن اسم المفعول، على وزن اسم المفعول كما درسنا في درس اسم المفعول. مستودع، كيف نصوغ منه اسم المفعول؟ قلنا نصرفه في المضارع، نقول يستودع، يستودع، ثم نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة. هذا المضارع، حرف المضارعة هنا هو الياء، نبدله ميما مضمومة ونفتح ما قبل آخره تعطينا مستودع، مستودع. إذن يساغ اسم الزمان من الفعل غير الثلاثي على وزن اسم المفعول. القاعدة التي ستلخص لنا الدرس هي التالية: اسم الزمان يدل على زمان وقوع الفعل، واسم المكان يدل على مكان وقوع الفعل. يساغ اسم الزمان والمكان على وزن مفعل، من كل فعل ثلاثي مضارعه يفعل أو يفعل، يخرج أو يركب، ومن كل فعل ناقص مثل سعى. إذن هذا الأول يساغ على وزن مفعل. يساغ اسم الزمان والمكان على وزن مفعل، إذن هذه الصيغة الثانية، مفعل، من كل فعل ثلاثي صحيح مضارعه يفعل. إذا كان المضارع يفعل فوزن اسم الزمان أو المكان يكون على وزن مفعل، وكذلك من الفعل المثال الواوي مثال وعد، وعد موعد، وصل موصل، وقف موقف، إذن على وزن مفعل. إذن هناك صيغتان لاسم الزمان واسم المكان من الفعل الثلاثي. أما من الفعل غير الثلاثي فهما يصاغان على وزن اسم المفعول، على وزن اسم المفعول. إذن أخيرا نمر إلى التطبيق. صغ من الأفعال التالية أسماء الزمان أو المكان: لبس، جلس، هجر، انصرف، سرى، وقف. إذن سنصوغ أسماء الزمان والمكان من هذه الأفعال. أولا نلاحظ الفعل، هل هو ثلاثي أم غير ثلاثي في المرحلة الأولى. إذا كان ثلاثيا ماذا نفعل؟ نبحث عن مضارعه، نبحث عن المضارع. إذا كان مضارعه على وزن يفعل أو يفعل فاسم الزمان أو المكان سيكون على وزن مفعل، وإذا كان مضارعه على وزن يفعل فسيكون اسم الزمان أو المكان على وزن مفعل، مع الانتباه إلى
الأفعال الخاصة مثل الفعل المثال الواوي والفعل الناقص. جيد، أما إذا كان الفعل غير ثلاثي فسنصوغه صياغة اسم المفعول. إذا نبدأ بالفعل لبس. لبس، ما هو مضارعه؟ إذا الملاحظة الأولى أنه فعل ثلاثي، إذا نبحث عن المضارع. لبس يلبس، إذا الاسم أو اسم الزمان أو المكان هنا سيكون على وزن مفعل. لبس ملبس. جيد جدا. الفعل جلس، هذا الفعل الآن فعل جلس، فعل صحيح ثلاثي. إذا نبحث عن مضارعه، مضارعه هو يجلس. يجلس على وزن يفعل، إذا فاسم الزمان أو المكان سيكون على وزن مفعل. جلس مجلس. جيد. الفعل الثالث هجر. هجر هنا فعل ثلاثي كذلك صحيح، إذن مضارعه هجر يهجر. يهجر على وزن يفعل، إذن وبما أنه مضارعه على وزن يفعل بالتالي فاسم الزمان أو المكان سيكون على وزن مفعل. مهجر. جيد. الآن فعل انصرف، الملاحظة الأولى أنه فعل غير ثلاثي، إذن فسيصاغ على وزن اسم المفعول. على وزن اسم المفعول، إذن كيف نصوغ اسم المفعول؟ نصرفه في المضارع، نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. انصرف ينصرف منصرف. منصرف. جيد جدا. الفعل الموالي سرى. سرى، الملاحظة الأولى أنه فعل معتل، فعل معتل الآخر يسمى فعلا ناقصا، وصيغة اسم الفاعل اسم الزمان أو اسم المكان من الفعل الناقص تكون على وزن مفعل. إذن سرى مسرا. سرى مسرا. جيد جدا. الفعل الأخير وقف. الملاحظة الأولى أنه ثلاثي لكنه معتل الأول وهو مثال واوي. وقف، إذن المثال الواوي صيغة اسم الزمان أو المكان تكون على وزن مفعل. وقف موقف. جيد جدا. إذن هكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس. إلى اللقاء في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.